مرحبا بكم طلابي أحبائي، طلاب الصف الحادي عشر. هذا هو الأسبوع 17. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال هذا الأسبوع. كونوا معي. بداية، وكما يظهر أمامكم على الشاشة، عنوان درسنا لهذا الأسبوع هو الحياة العلمية والثقافية. في عهد الإمارة كان التعليم محدوداً، وذلك بسبب الفقر وقلة الموارد، الأمر الذي جعل الآباء يرسلون أبنائهم للعمل ويعتمدون عليهم في أعمال الزراعة والرعي حتى تتمكن العائلات من تأمين الحد الأدنى من متطلبات المعيشة. المدارس. جاء التعليم مواكباً للتطور الذي مر به المجتمع الأردني بعد تأسيس النظام السياسي في الأردن، فأصبح مألوفاً ينظر للعلم والتعليم نظرة إيجابية لما لهما من مردود اقتصادي ودور سياسي ومكانة اجتماعية. هذا البيانات تبين لنا السنة وعدد المدارس وعدد المعلمين، لاحظ معي من 22 إلى 23 كان عدد المعلمون 69، والمعلمات معلمتين في كل الأردن المجموع 71، إلى أن ننتهي إلى عام 1945 إلى 46، وصل العدد إلى 201. أنشئت مدرسة السلط الثانوية عام 18، وبدأ التدريس فيها عام 19. تعد من أولى المدارس التي أنشئت، وكان التدريس فيها يتم في بناء مستأجر، إذ بدأ بناء الطابق الثاني في مدرسة السلط عام 21. اكتمل بناء المدرسة المكونة من طابقين عام 23، افتتحها سمو الأمير عبد الله بن الحسين في عام 23، بواقع 17 غرفة للإدارة والتدريس، وهي أولى المدارس الثانوية الحكومية التي شيدت في عهد الإمارة. كان عدد خريجي أول فوج منها 4 طلاب، وهم أحمد الظاهر، داود عبد الرحمن تفاحة، عبد الرحيم الواكد، علي محمد عبد الله مسمار. وقد تولى عدد من خريجي مدرسة السلط مناصب رفيعة في الدولة. بعد ذلك نشأت وزارة المعارف في شرق الأردن، التي الأمر يظهر اهتمام القيادة السياسية في التعليم، وارتفع عدد المدارس والمعلمين بعد الاستقلال. المناهج وواقع التعليم. إن المعارف التي كانت تدرس بوصفها مواد إجبارية هي اللغة العربية، تاريخ العرب، جغرافيا البلاد العربية، التربية الإسلامية، الحساب، وقد أصبحت اللغة الإنجليزية لغة ثانية في البلاد وحلت محل اللغة التركية. التعليم العالي والمؤسسات العلمية. أرسلت مديرية المعارف عدداً محدوداً من خريجي المدارس الثانوية إلى الجامعات في البلاد العربية المجاورة، وأوفدت أيضاً عدداً من خريجات المدارس الثانوية إلى دار المعلمات الابتدائية في القدس، فكانت هذه النواة الفئة المتعلمة المثقفة من أبناء الإمارة الذين عملوا في أجهزة الدولة وأسهموا في تكوين الرأي العام السياسي في البلاد. تأسيس أول مجمع علمي في الأردن عام 23، كان هدفه إحياء اللغة العربية، توحيد المصطلحات العلمية والإدارية والعسكرية، توثيق الصلات العلمية والثقافية في البلاد العربية الشقيقة، نشر المعرفة، إنشاء مكتبة عامة. الطباعة والصحافة. أنشئت أول مطبعة في شرق الأردن عام 22، وكانت مطبعة جريدة الأردن، وبعدها مطبعة الشرق العربي الجريدة الرسمية للإمارة، وبعد ذلك بسنة واحدة أنشئت المطبعة الوطنية، ثم أنشئت مطبعة الاستقلال العربي عام 32، وكانت هذه المطبعة تتولى طباعة الصحف المحلية والجريدة الرسمية للإمارة وبعض الكتب والمؤلفات المحلية. بعد ذلك عزيزي الطالب، سننتقل إلى أسئلة الدرس.
عرف مدرسة السلطة الثانوية التعليم العالي الحق يعلو الجريدة الرسمية، بين التطورات التي شهدها قطاع التعليم في عهد الإمارة، ما أهداف المجمع العلمي، وبعد ذلك سننتقل إلى أسئلة تفسر ما يعني. هذا عرض سريع لما سنتناوله خلال هذا الأسبوع، أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير.